التحذير الملكي لأصحاب المواقف المزدوجة بخصوص مغربية الصحراء يعطي أكلة. قرر الاتحاد الأوروبي الطعن في قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية الثنائية مع المغرب، والذي كان قد قرر إلغاؤها بسبب شمولها لمنطقة الصحراء على اعتبار أنها أراضي متنازع عنها، إذ أجمع ممثلو الدول الأعضاء 27 على ضرورة استئناف القرار بعدما اتضح أن عدة دول ستتضرر منه وفي مقدمتها إسبانيا. الأمر الذي يأتي أيضا بعد تحذير من الملك محمد السادس. وأكدت صحيفة إسبانية وفق ما كتبته الصحيفة أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي قررت عدم الاستسلام لقرار المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقية الفلاحة والصيد البحرية مع المغرب، وصادر في 29 شتنبر الماضي، ناقلة عن مصادر دبلوماسية أنه بعد 6 أسابيع على الحكم الذي وصفته بالمدمر، أجمع ممثلو كل الدول الأعضاء هذا الأسبوع على اتباع توصية الخبراء القانونية للمؤسسة وتقديم استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية قبل انتهاء المهلة القانونية في بداية دجنبر المقبل. وكانت إسبانيا قد عملت منذ اليوم الأول لصدور الحكم الذي احتفت به جبهة البوليزاريو على حشد الدعم الأوروبي لموقفها الرافض للحكم والداعي لاستئنافه، على اعتبار أن المتضرر الأول من وقف اتفاقية الفلاحة والصيد البحرية مع المغرب، الذي يرفض في المقابل توقيع أي شركات اقتصادية لا تشمل الأقاليم الصحراوية، علما أن مجرد الطعن في القرار القاضي سيتيح تمديد العمل بالاتفاقيات الحالية لعام إضافي.